اعمل ايه بقى يا مصطفى؟ المكنه دي تقيله قوي ورخمه وما بعرفش اسوقها. المهم هو انت جبت الكلب؟ ايوه يا ابني، ما هو الكلب قدامك اهو، انت ما بتشوفش ولا ايه؟ بس انت قول لي بس، وانت عايز الكلب ده ليه؟ عايزه ليه؟ يا عم انت مالك بقى، عايزه في حاجه. المهم انت هتتوني ولا لا؟ ايوه طبعا هديهولك، بس على اتفاقنا. على اتفاقنا؟ لا معلش انا هخيل لاي، اصل انا اصلا ما معيش فلوس ولا عرفت اتصرف في الفلوس. بس ما تقلقش، انا جبت لك المكنه ديت، انت تاخد المكنه وانا اخد التلج، ايه رايك؟ يا مغفل موافق طبعا، وهيتم التبديل من دلوقتي. خد يا حماصه. قشطه، الحمد لله وافق. وليني يا اسطى وليني، هي شكلها كده محترمه وهاديه، بس عايزك تبقى سلسه معاهم. يلا باي. يا قوي ربنا يكتر من المغفلين يا رب. بقولك ايه يا اسطى، كان المفروض ما نبيعش الكلب. يا عم عادي نجيب غيرها، انت محمود علينا ليه كده؟ ما بقولها عليه يا عم ملوان. لا وي بصوا هناك كده. حماصه يا نهار ابيض، والله وقعتوا يا شباب. بقى بتستطلعوا عليا انا واخويا وصاحبه عشان معاكم حته كلب اهو. انا بقى شريت الكلب، ومش اي كلب، الكلب بتاعكم كمان. يلا بقى يا اللي لسه ما عرفش اسمه هدوم عليهم. يلا يا نهار ابيض، 10 دقايق كده، 10 دقايق بعد المكنه مالهاش، وكمان تتسرق من قلب الشارع. ازاي ما اعرفش يا ابن الحراميه؟ لو اعرف بس مين اللي سرق عليا النقمه هنفخه. بس هو مين؟ بس هو مين؟ الحق يا زمازه، الحق يا زمازه، انا لسه شايف كاميرات الشارع دلوقتي كلها، وطلع اللي خد المكنه اخوك حماصه. انت بتتكلم جد؟ اخويا حماصه ده ليلته سودا. بقول لك يلا يلا معايا بسرعه، يلا بسرعه يا زمازه. ايه ده؟ الحق يا زمازه، مش اخوك حماصه اللي هناك ده؟ ايوه هو، واخد بالي. بس هو ايه اللي ماسكه ده؟ حد يعرف يا حبيب قلبي ايه اللي ماسكه ده؟ اللي يعرف يلا بسرعه ينزل يعمل لايك، ولو ما تعرفش برضه اعمل لايك عشان عايزين نوصل الفيديو ده اكبر عدد من اللايكات، وتشترك في القناه لو انت اول مره تشوفني. اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان اي ما انزل فيديو يوصل لكم على طول، وتنزلوا تحت في الكومنتات تكتبوا لنا كومنتات زي العسل زيكم كده. ما عرفتش برضه لسه ايه اللي ماسكه ده؟ الظاهر كده والله اعلم انه كلب، وبيجري ورا العيال كمان بيه. يا نهار ابيض، كلب؟ طب احنا هنعرف نتفاهم معاه ازاي ومعاه الكلب؟ وبعدين هو ودى المكنه فين؟ ما اعرفش. الحق يا زمازه، اخوك داخل علينا بالكلب. يا محمد احنا اسفين على كل حاجه احنا عملناها، وخلي اخوك يرحمنا. ايه ده؟ هو فين؟ استنى يا حماصه، انت بتعمل ايه؟ انا باخد حقنا منهم يا محمد. فاكر اللي عملوه فينا ولا فطلت؟ ايوه فاكر يا حماصه، ده كان يوم زفت، بس انت شكلك كده علمتهم الادب والزياده، يستاهلوا. ما انا عارف ناس ما بتكيس الا بالعين الحمراء، بس انت قول لي ايه رايك يا محمد؟ لا برافو عليك يا حماصه، جدع ان انت ما بتسيبش حقك. بس قول لي صح، انت خدت المكنه بتاعتي ووديتها فين؟ وديتها فين؟ ايوه يا محمد، وديتها لك تصلح. والله على اساس اللي انا هصدقك، بطل كده عشان باين على وشك اللي انت بتكذب. قول لي وديت المكنه فين عشان لو عملت مصيبه الحق اصلحها. صلاحه كده يا محمد، انا كنت عايز اشتري كلب وكنت معايا فلوس، رحت خدت المكنه بتاعتك وبعتها واديتك بقى الكلب ده بالاخص، وبالبلد يعني بدلت، هو خد المكنه وانا خدت الكلب. يا متخلف، بعتها لمين يا غبي؟ بعتها لواحد صاحبي اللي هو اسمه محمود سقله، عارفه؟ الله يخرب بيتك يا غبي، بدلت المكنه بالكلب، انت عارف دي سعرها كام؟ بص يلا انا لا دعوه محمود زولا ولا محمد، ولا انت ترجع لي المكنه بتاعتي دلوقتي. دي عندها. الحق يا زمازه، كده كتير قوي، ده بيغلط فيه بجد والله. انت بتغلط فيه يالا؟ طب والله العظيم لانفخك. ده لو قدرت يا حبيبي انت وهو. يلا بقى قومي، اللي لسه ما عرفش اسمك بصي انا سميته حسنيه. يلا بقى هدوم عليهم يا حسنيه. يا نهار اسود، بص انت ماسك الكلب بيعمل ازاي. اجري بسرعه، خد يلا استنى يلا استنى. بقول لك ايه، كفايه جري لحد كده، كده كده حماصه مستحيل يجي هنا ومستحيل اصلا يعرف المكان ده. المهم دلوقتي احنا لازم نرجع المكنه، وكده حماصه مش هنعرف ناخد ولا ندي معاه عشان الكلب اللي معاه ده، لازم نرجعها احنا بنفسنا. نروح للواد محمود زولا اللي بيقول عليه ده، وكده كده المكنه لسه بتاعته، ولا عامل له توكيل ولا عامل له اي حاجه، فالمكنه كده كده بتاعتي، فاحنا لازم نروح ناخدها منه. طب انت عارفه اصلا يا زمازه؟ ايوه يا عم عارفه طبعا. انت عارف ده اصلا مين؟ اخو ابراهيم زولا. يا نهار اسود، بتقول اخو مين؟ وعلى كده بقى الولد ده سارس زي اخوه كده؟ يا عم ما تخافش، ده عيل صغير ومش عارف يعمل معانا اي حاجه ولا يعرف اصلا يجيب اخوه. بجد؟ طب لو كده ماشي، ده انا هنفخه. يلا يا زمازه واعتمد عليا. اهلا بحبيب الكل، اللوسته الكبير، المعلم الخطير، المعلم زولا الصغير. بص انا عارف انت جاي ليه، بس المكنه ما تحلمش انك تاخدها، انا خلاص اتفقت مع اخوك. والله دي عندها يا حبيبي، كده كده المكنه لسه بتاعته ومش عامل لك توكيل ولا اي حاجه، فاعتبر انت لو خدتها هتبقى شمال، وكده كده هاخدها اصلا، وكده كده برضه هتمشي من غير ما تاخدها. ولا وصل الموضوع لاخويا الكبير. بقول لك ايه يا زميزي، يلا نمشي وربنا يعوض عليك. ابراهيم زولا ايه يا عم، احنا مش متفقين على كده؟ اخلص يلا، الله يخرب بيتك. بص بقى يا حبيبي، انا ولا خايف منك ولا خايف من اخوك زولا الكبير، انا كده كده هاخد المكنه بتاعتي. خلاص ماشي، لو كده هتصل بيه ونشوف هيعمل ايه معاك. انت صدقت يا عم، هتعمل ايه؟ مبروك عليك المكنه. يلا 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 يا عم، قلت لك من الاول لازم تتعمل يعني. بص بقى كده يلا واسمعني كويس، احنا كده ما ينفعش بالرد، انا هنروح ناخدها بالعافيه. عافيه؟ امال طب ازاي بقى؟ ان شاء الله يا عم باي طريقه. بص هنسرقها، كده كده اصلا بتاعتي. فكره حلوه بس ازاي؟ هو انت ازاي؟ انا بقول لك هنسرقها، هنتسحب لغايه ما يمشوا وفي الاخر هناخدها. معاك يا زميلي، كده كده في اي حاجه. خلاص ماشي، طب يلا بقى. يلا فين معلش؟ يا عم هنروح نجيب المكنه. طب وابراهيم زولا؟ يا عم ما انا قلت لك بقى هنروح ناخدها من غير ما حد يشوفنا. لو كده ماشي، يلا يا زمازة استعنا على بالله. انت يا زميزي مفيش حق. الحق يا زمازة، هو ده اللي ما كناش عاملين حسابه. في يلا في يا زميزي كاميرات مراقبه اهي، ولو ابراهيم زولا شافنا احنا بناخد المكنه من اخوه هينفخنا يا زميزي. يا نهار ابيض، طب اجري بسرعه يلا. طب انت هتعمل ايه دلوقتي يا زميزي؟ انا عندي حته فكره ما هتخرش الميه، بس تعالى ورايا بس. وراك يا زميزي، ما انا كده كده اصلا دايما وراك، ربنا يستر بقى. دنيا غربانة. بس قول لي بس ايه رايك بقى يا زمازة؟ الله عليك يا درعة المفهومية، يا بحر النباهة. كده بقى يا زميزي الكاميرات مهما تجيبنا مش هتعرفنا. يا عم عيب عليك، ده انا خبرة 35 سنة كده، ولا حد هيشوفنا ولا هيعرفنا. لا بصراحة جامد يا معلم يا كبير، يلا بقى بينا. على فين بس يا رجالة، ما انتم منورين. يا نهار ابيض، البس يا زمازة. بس كده كده هتلبسه بس يا نهار ابيض ابيض، نركب بسرعه يا زميلي، وانا كده كده معايا المفتاح. يلا. حاضر يا زميلي بس بسرعه بس. يا ولاد الذين، اصل انا كده كده مش هسيبك. سوري اس دي جي.